قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية أن خفر السواحل التونسي انتشل جثث 14 مهاجراً إفريقياً غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصاً بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت الخميس الماضي أن صيادين تونسيين أنقذوا 4، لكن أحدهم توفي في المستشفى، وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين. وسبق وأن غرق ما لا يقل عن 65 مهاجراً متجهين إلى أوروبا من ليبيا في أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس أيضاً.